يعطيكم العافية، نعرفكم اليوم على تخصص هندسة وأمن شبكات الحاسوب، وهو إحدى تخصصات كلية الآي تي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، يدرس بواقع 160 ساعة على مدار 5 سنوات، يندرج تحت شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين. في خلال 5 سنوات بتبلش رحلتك الجامعية بالسنة الدراسية الأولى بأساسيات البرمجة ومواد العلوم مثل الرياضيات والفيزياء، وهي مواد مهمة حتى تأسسك للسنة الدراسية الثانية. وفي السنة الدراسية الثانية راح تتعمق أكثر في مجال البرمجة، وراح تتعرف على أساسيات هندسة الحاسوب وآلية عمل القطع، وبرضه راح تتعرف على أساسيات الدوائر الكهربائية وكيف تشتغل هاي الدوائر. وفي السنة الدراسية الثالثة راح تتعمق بشكل أكبر في مواد هندسة الحاسوب، وراح تشكل صورة عامة بالبرمجة وأساسيات هندسة الحاسوب وأساسيات الدوائر الكهربائية. راح تتعرف على مفهوم الشبكة من جهازين بينهم سلك إلى عدة أجهزة بقارات مختلفة متصلين مع بعض، وكيف تنتقل البيانات عبر الأسلاك، وأنواع الشبكات السلكية منها واللاسلكية، وكيف تتفاهم الأجهزة مع بعض، وكيف بنتقل الصوت، وكيف بتنتقل الصورة، وكيف بنتقل الفيديو. بجانب هاي المواد رح تتعلم كيف تحافظ على أمن وسرية هاي المعلومات وتمنع أي حدا من الوصول إليها وتشفيرها، وهاي من أهم الأفرع الموجودة في مجالنا اللي هو أمن المعلومات. التخصص إبداعي وبيتطلب جهد ذاتي كبير، كل يوم لازم تسعى انك تطور نفسك اكثر. افضل وسيلة لتطوير نفسك وتوسيع معرفتك هي المسابقات. في مجال البرمجة في عنا مسابقة الACM العالمية اللي بتبلش من تصفيات على مستوى الجامعة وبتنتقل لتصفيات على مستوى العالم. وفي مجال السيكوريتي في مسابقات CTF اللي هي عبارة عن تجارب اختراق على شكل اسئلة في مسابقات. مجال الشبكات بتكون تشتغل بالشبكات اللي بيكون عندها أكثر من جهاز بحاجة إلى أنهم يتواصلوا مع بعض، بأنك تعمل تخطيط لشبكة بمباني كاملة وتقدم الدعم الفني إلها. وفي مجال أمن المعلومات ممكن تشتغل في الشركات اللي بحاجة إنها تأمن معلوماتها مثل المستشفيات والبنوك والشركات التقنية اللي بتقدم الدعم الفني لغيرها من الشركات. من خلال فحص الشبكة اللي تركبت وإنه صعب اختراقها وبتفحص موقع الشركة من الثغرات. هاي هي مجالات العمل الرئيسية لمهندس الشبكات، ولكن المعلومات اللي عندك ممكن تأهلك لوظائف ثانية في مجال الـ IT حسب المجال اللي اهتميت فيه وطورت نفسك فيه أكثر.